مرحبا بكم في حلقة اليوم نحن معك. البداية باش تكون مع سونيا، طفلة تعرضت لبرشا صعوبات في حياتها، ولكن هدفها كان أنه تبعت مجروحها الصغير. الصعوبات اللي عاشتهم سونيا ما فماش برشا ناس ينجموا يقفوا قدامهم، ولكن هي الصامدة. هذه الحكاية لليوم. هذه حكاية من حكاية الدنيا، حاجة ممكن ما تعنيش برشا ناس، أما تعني برشا الناس خلين. كي يكون عمرك 32 سنة والدنيا جربت فيك كل شيء، نجم تطيح وما عادش تكمل، أما زادة ممكن تكون قوي وتقاوم. وقتها زعما شكون يظهر أقوى، أنت ولا الدنيا؟ ما هيش دراما متاع دموع وبكاء، أما قصة طفلة شادة صحيح في خيط ضو بعيد. تلقيت مع سونيا في أكتوبر اللي فات، عرضتها بالصدفة وإحنا نصوره في حي تضامن، شديت كلمات ما نجمتش ننساها. سونيا تسكن هنا؟ وين تسكن؟ في الشارع. في الشارع؟ عندك أخوات؟ أصغر. أي؟ أصغر مني، فهمت مع راجلي وحميتي وجوزتي وشويني في بناتي. شو معناها؟ هزوهم؟ أي هزوهم لي من الدار من هنا من حي تضامن. أنا عبر روحك بنيتي، أنا بعد شايلي مامي مشيت وخليتني غدوة خفلة خلي بنيتي وهم بسرعة أطلحك من موت البر. بالتاريخ المطبوع 2023 تو ذي ضاعت لي وطلعت واحدة أخرى. أي هذا فطورك؟ الحمد لله. باهي سامحني إني عطلتك على الفطور، أما حبيت نقول لك إنه هالخدمة ذي يعني متعبة من بقعة لبقعة، ما تعرفش روحك وين. ليش بحال أنا مانيش مرتاحة جملة. تخدم على عائلتك سونيا أنت؟ والله بالنسبة لهم يا عندها طول 6 شهور من التوفية، ساعة ساعة نمشي نتفقدها عايشة. عندك بناتك؟ عندي بناتي عندهم جلسة إن شاء الله شهر هذايا. شنو علاش؟ أنت في الطلاق؟ ليلي عندي جلسة متاع المرويح متاع بناتي، خاطر قاضي الأسرة تستنى فيه كونترات متاع كري وشهادة عمل، أنا الشهادة الوحيدة اللي متحصل عليها شهادة الكفاية المهنية. عاشت سونيا صعوبات في عائلتها، خليتها تتحرم من بناتها. وينهم بناتك توا؟ مع شكون؟ مازالوا موجودين في مركز زراعة طفولة بمنوب. وعلاه ماهمش عندك؟ خاطر شويت لهذا اللي صار؟ على الموضوع متاع الماء. وأنت متزوجة يعني مش مطلقة توا؟ والله
على باب طلاق. شكون يصرف عليك اليوم انت هكا من اللي تصوروا كل يوم هذا؟ من خبزتي نصرف على روحي. تحب يكون عندك محل نتاعك؟ نحب على محل باش نخدم فيه باش نلقى باش. وعندك ليونات نجم تتصل بهم؟ عندك عندك كرني؟ عندي هذوما السياسيين يخدموا من عندك؟ هذوما الوقت الحاضر الحق الحقيقه جدد وفما اللي قبلهم زاد. انت اللي تعمل هذوما على لي ناب البوني حاجتك كي؟ عندي فراشيه كامله ترى جيت فيها كل مره وكمل ومزت ما كملتش. تاع بيبي انت قداش تبيع انت فراشيه كيما هكا؟ والله تقريبا الوقت اللي تشدني قداش انا وتعبي فيها زيدا. قداش؟ من 8 دينار من 100 دينار ل 80 خاطر ناش نزيد نكبر فيها هذاك اللي الخسالي برشا. سونيا اليوم انت الصغار في مركز رعايه الطفوله انت تهزلهم تشري لهم حاجات وكل؟ تاثرت سونيا برشا بسؤالي على بناتها. سامحني تعبت في بوحدي ما عندي حتى حد يتفكرني. فما ما نعرفهمش يتفكروني ما يعرفونيش وما نعرفهمش ويحنوا عليا. حب نروح ببلادي ما طلبه شيء. ان شاء الله قريب ان شاء الله قريب تاخذهم. هذا مشكلتي مسكن ومشكلتي حانوت نخدم على روحي. باهي مشكلتك المسكن والحانوت اللي تخدم بها على روحك وبطبيعة الحال انت تنجم بصنعتك تصور معناها فوالا تخدم على روحك وتعيش حياتك. مريم صحيت مريم ولوبا كعبيت برشا حاجه نتمنى تحاس على شهاده اخرى اثبات كفاءه مهنيه في التريكو وان شاء الله بطل. هذه الكفاءه المهنيه فاش؟ هذه في الكروشيه. هذا فما لابالي الحديده الطويله ذوك. وين ترى انت المنطقه اللي تنجم تخدم فيها وين؟ والله في العاصمه في ضواحي العاصمه وين؟ انا ما عنديش مشكل نجم نبقى في العاصمه خاطر عندي الحانوت اللي من عنده في شفتي هنا حوانت بقداش الكري والله ما لقيت وقت وما تفضيتها جمله خاطر ديما ما بين المحكمه وبين البنات ونخدم. انا كي يشوفوني الناس ما يصدقونيش. انا بنت باب سعدون ماكل عام مانيش من اليوم. ما فهمتش كيفاش وصلت حالتي للحاله هذه لكني فرحانه بروحي اللي انا بصنعتي حتى وصلت للثمانية. باش نلقاو تمويل لخدمتك هذيا باش تكون معناها تعمل مشروع صغير متاعك. تفرحك الحاجه هذيا؟ او ما تعرف حاس نستنى بالفرحه الكبيره. الحمد لله. مو الفرحه مراحل. نعم. شويه بشويه بالوحده بالوحده وربي ديما يعطينا الحاجات الباهيه باش انه نقدمه. لا ما غير مزيه انا ذا واجبي. حطها في وسط الفاليز. تحب باش فيسبوك ولا حانوت تخدم فيها وكل؟ حانوت. حانوت.
الانسان مش مرتاحه. ايه مش هكايه، نعرف اللي مش هكايه. اي. تفاصيل تصحى تكون مش مرتاحه، تصحى تكري دار زاده تعيش فيها مع بناتك. وقتيش هي القضيه مع قاضي الاسره؟ 27 نوفمبر 2023. الجلسه. زيدوا نتصلوا مره اخرى بالبنكه ونشوفوا التمويل كيفاش والديلي قداش وكيفاش، معناها قداش المونطون وكل شيء، ونكلمك. باهي. سالت القاضي معناها بالنسبه كي معرفش معناتها. سلام. يا دقله، شكرا، يعيشك. تقريبا 4 سنين. ما وصلناش للترجيع، خلينا ناخذوا المونطون قداش. 8 ملايين 10 ملايين حاجه هكا. باه نشوفوا التفاصيل. اي بين السلعه واحد يعطي واحد. لا تنشوفوا في البنك نجموا يعاونونا باش يخلونا المشروع كيفاش. حاولت نقدم مجهودي وايماني بالله وفي نفس الوقت لا لا ما ترددش، احنا معاك ليميسيون تاعنا. شو اسمها؟ اي نرجعوا لك. ها سونيا، خليت سونيا تخدم على روحها، ما فماش برشا بيو على يامات، اما لاباس. قريب 7 متاع العشية سونيا ترجع بفليجتها للكرهبة وين تبات. نهار اليوم وفاء. رجعنا للبي تي اس وطلعت البيرو سي محمد علي باش نحكي له الوضعية واللي عمل اتصالاته باش نقدمه في ملف سونيا. سونيا هي امرأة عندها صنعة التوسكي كروشي والخيط والصوف وغيره، وتحب تعمل مشروع. هي حالة خاصة لأنه تعديت برشا صعوبات وتحب تقف على ساقيها من جديد وتحل محل وكل شيء. كيفاش نجموا نعاونوا الكاتيجوري هذه من الناس اللي تطمح أنها تحل مشروع؟ هو البنك التونسي للتضامن عنده عديد من البرامج الموجهه للشرائح الكل، منهم الشرائح الاجتماعيه الهشه نقولوا هني، اللي عندهم وضعيات اجتماعيه سونسيبل صعيبه شويه، دونك فيهم تريتمون. عندنا خطوط تمويل ان كان بالشراكه مع وزاره المراه، ان كان بالشراكه مع الديوان الوطني للصناعات التقليديه، زاد عندنا خط مال متداول يعاون الحرفيات مع وزاره المراه في برنامج رائدات، في خطوط خاصه بالبنك التونسي للتضامن، دونك نحاولوا باش نلقوا البرنامج اللي يناسبها ويساعدها. فما خطوط تمويل من نوعيه انه سيتان كريدي دوتاسيون سون انتري، من غير انتريس، من غير تمويل ذاتي. دونك هذا رائدات، هذا برنامج رائدات، برنامج المخصص للمال المتداول في الصناعات التقليديه بنسبه فائده 5% بدون تمويل ذاتي، بإجراءات زادة مبسطة وفي إطار لجان مشتركة بين إحنا وديوان الصناعات التقليدية. دونك عندنا عديد مجموعة من الخطوط باش نشوفوا اللي يناسبها أكثر واللي يساعدها واللي يمكنها أنه تاخذ فرصة جديدة في الحياة. هي فما منصة عملتها وزارة المرأة رائدات اسمها، دونك تدخل تسجل فيها تصور الوثائق متاعها اللازمة، فاتوراتها التقديرية، الشهايد متاعها، ويقع استدعائها بالشراكة ما بين وزارة المرأة المندوبية الجهوية والبنك التونسي للتضامن، ويعملوا معها معناها معالجة للملف، يتحدثوا معها يشوفوا الملف متاعها ويدرسوه. وكما تفهمنا جات سونيا البيرو سي محمد علي. يقعد هون يعني. مرحبا، هذا سي محمد علي مدير القروض في البي تي اس، وانا سامي بن نور.
حب نمشي نمشي. ليه والله ليه؟ خلنا نفسرلك شوية، أنا فسرتلك شوية زي ما عمد علي. دونك هي توا عندها شهادة الكفاءة المهنية وحتى جابت هكا بطاقة تعريف. دونك أنت قدمت مطلب في البي تي إس؟ نشاط النجم المولود دونك كان على برنامج راي داتا وبرنامج خط المال المتداول للصناعة التقليدية. دونك عندنا زوز آليات هذوما ديسبونيبل والنجم المول عليهم، والبعثة معناتها ديجا صبت مطلب، حضرت الملف نتاعها، انطلقت في الإجراءات، ملفها موجود في فرع البنك باش نلصقوا على أساس أنه العملية يتم دعوتها ودراسة ملفها وإحالتها للمصالح المركزية لأخذ القرار النهائي. وخلال أسبوع إن شاء الله طول نتصلوا بها باش يقع معالجة الملف نتاعها ونجوها خلال أسبوع ونعطوها إن شاء الله الرد اللي يكون معناها في الاتجاه الإيجابي. اسبيرون بيان إن شاء الله. إحنا هنا بدينا ومكملين إحنا معاك كما قلت لك. عايشكم مرحبا بيكم في كل وقت. ميرسي سي محمد علي. عايشك. صافا فرحانة؟ إن شاء الله الحمد لله. عملنا خطوة باهية. أكيد أي. أكيد خطوة باهية باش نجمو نحلو المشاكل هذيا. وأول حاجة نخمو في الدار بالطبيعة، نجم تسترجع البنات والخدمة المشروع. والله المشروع ها وعملنا برسك 90% منه. خطوة أي خطوة باهية. إن شاء الله الجمعة الجاية تعطيك الموافقة البنكة إن شاء الله. معناها نزيد نستنى جمعة طبعا. أي أيامات؟ أنه اليوم إحنا الخميس. الخميس يعني نستنيه كل كجور مش جمعة كاملة. معنا من هنا بإذن الله الخميس الجاي إن شاء الله. بيه ونشوفوا حكاية الدار، معنا كيفاش نجم نلقاو طريقة باش أنه تسكن في دار لايقة وكل شيء إن شاء الله. عايشك وربي فضلك ويرجعوا البنات معاك باش تحضر معايا باش نخرجوهم البنات. خلنا عمومهم فاجأة نقول لهم أبخالكم جيكم. حاضر مرحبا بك يا سونيا. عايشك ويعطيك الصحة يا إن شاء الله القادم خير. فيك وربي يطول في عمرك. يا عايشك يخليك. ميرسي. بعد ما كملت التصوير سألت روحي، يا أخي سونيا هي نفسها اللي قابلتها تويامات تخدم في السوق في الشارع؟ زعما ممكن نغير ونبدلوا حاجات والدنيا تزهى من جديد؟ وجاوبت ممكن. هذه أول خطوة وللحديث بقيت.